بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. مرحبا بكم بمتابعين قناة عمر سوبر، مرحبا بكم متابعين جدد، ومرحبا بكم متابعين قدام. أتمنى أن تكونوا صحة، والعافية هي أولية الصحة. اليوم درتكم فيديو جديد جديد، أتمنى أن يعجبكم. فيديو زاوية خفيف في أماكن داخل الواحات الصحراء، واحات الصحراء شاسعة خضراء. قبل أن أنطلق الفيديو، عامر الشبر من أولاد الوردة، دائما أعيد وأكررها مرة ألف، أتمنى ألا تنسوا. في فيديو هذه المنطقة، هي المنطقة البحيرة، وجدت فيها إيوزا. أنا ما تظهرليش، أنا ما نقدرش نقدم، لأن يعني فيها واحد الحف الأرض راه فيها الضباب، ربما أنا نطيح تما ونتكس نرجع. بحيرة يسموها بحيرة الملح، الملح يسموها قديم، في قديم في أيام التسعينات، أيام قبل الاستقلال. قبل الاستقلال أريد أن أهدي للشخصين، شخصين لي علقوا بزاف، لي علقوا لي ساهموا فيديو كامل، ولكن هدية لكل هدية لشخصين فقط. وفيديو قادم إن شاء الله نديرو أكثر من قنوات، نضع الأسماء للهدية قبل الدخول إلى 2023. 2023 مازال عندنا شهر، نحاول بقدر مجهود إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. دعونا بتوفيق والنجاح. أولا شخصية صاحبة الحساب، هي ما عندها قناة، ما عندها قناة لوالد، فقط تفاعل وتعلق وتشجع، يعني أصحاب الحسابات يشجعوا. إنسانة طيبة ما شاء الله عليها، ورب يحفظها إن شاء الله. يا صاحبة الحساب هي أسامة بوريز، أم أسامة بوريز من الولايات البداية، شرفتنا بالتعليقات مميزة، أتمنى لك أن يوفق في حياتك ويجازيك كل خير ويتمنى في كل خير. شكرا لك على التعليق، من هي من أفضل معلقة في القناة، وشكرا جزيلا. وقبل الحسابات أو قنوات أخرى إن شاء الله، وانتظروني في الفيديو القادم، ربما بعد 15 يوم بعد 20 يوم نضع القنوات، كل القنوات نضع الأسماء في القناة كالهدية لكم. أيضا صاحبة القناة المتعلقة بالقناة هي خرات لي بن طبخ، إنسانة طيبة محترمة، محترمة جدا، تنحل قناة سفاغر وصفات صحية، هي عراقية مقيمة في أمريكا، أتمنى أن تدعموها لو يقدر يدعمها يوصلها الألف. جزاكم الله خير، هي من الأوائل في قناة، كانت تعلق، كانت تسألني على الخير، كانت تسألني. المهم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ليس فيديو وأتمنى أن تدعموها، بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. المهم شكرا لكم، يساعد من أول أخير، فيديو قصير لا يصل إلى 8 دقائق، لربما يصل 8 دقائق، جزاكم الله خيرا. استمعوا إلى أنشودة ليعجبكم، وشكرا، جزاكم الله خيرا. محمد المصطفى الحليم،
أو النسيم من نحو نجد أو النسيم. يا ربي صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، ملح برق الحمال يماني من نحو نجد أو النسيم. برقى ناجد من المصلى أهجت شوقا على السقيم، قدر مني الكرى جميعا جوف الليالي كذا عتيم، واشتد شوقي وإن روحي تبكي على الوصل يا نديم، تبكي على روضة تراها بالنور تزو وتستقيم. يا ربي صل على المشفى محمد المصطفى الحليم، ملح برق الحمال يماني من نحو نجد أو النسيم. من خطب الله قد رعاه حقا وهو السيد الرحيم، محمد أصدق البرايا وخيره نحوها مقيم.